بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، يعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد سلسلة من المفاوضات مع بقية الكتل السياسية بما فيها الكردستانية المتصدرة للمشهد الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وحصة المكون الكردي من المناصب الوزارية والسيادية، متجها لطرح ورقتين تفاوضيتين، الأولى تتعلق بالبيت الكردي وتحديدا منصب رئيس الجمهورية، والثانية بالتوافق السياسي مع الكتل الشيعية والسنية فيما يخص منصب محافظ كركوك وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملف المناطق المتنازع عليها. زيارة المالكي وجماعته إلى كردستان العراق خلال الأيام الماضية، ولقاءاته بالمسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي الاتحاد الوطني الكردستاني، يعكس أهمية الوقت الذي يمر به العراق أو الظروف التي تمر بها العراق بعد الانتخابات الأخيرة. إلا أن المعتقد أن قيام حكومة توافقية بين الطرفين هو الحل الأمثل لاستقرار العراق وأمنه وسلامه. التقارب السياسي الأخير ما بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيساهم في توحيد الموقف الكردي خلال المفاوضات المرتقبة مع بقية الكتل السياسية التي تسعى لاستمالة المكون الكردي لصالحها لترجيح كفتها في الوصول إلى زمام القرار السياسي في العراق. هناك نوع من التفاوت والتباين في العلاقات بين القوى السياسيه السنيه السنيه الشيعيه الشيعيه الكرديه الكرديه، يجب ان يتجاوز هذه المرحله حتى يتمكن من ان يوجد بيئه ملائمه وارضيه ملائمه للوصول الى الاستقرار السياسي العراقي. الاستقرار السياسي نقطه مهمه جدا وانطلاقه الى الاستقرار الامني الاقتصادي وحتى ينعكس على النظام الاجتماعي ايضا، لذلك كلما كان هناك قرابه وتفاهم بين الاطراف السياسيه العراقيه بالتاكيد سينعكس على الاستقرار السياسي. في غياب ذلك كل الكلمات التي تقال والكلمات التي سمعناها سابقا بأننا نتمكن من كذا وكذا لا يفيد العراق. سلسلة الاجتماعات والمباحثات التي تجريها الكتل السياسية في بغداد وأربيل ستمهد الطريق إلى حزمة من التفاهمات المشتركة التي ستفضي لتشكيل الكتلة الأكبر بعد حسم النتائج النهائية للانتخابات. من أربيل أيمن محفوظ، اليوم.